صريح قدام الناس كلها ان اخروا فلوسنا لاسباب يعني اقولها مع احترامي حق الكل تافهه. نعم. زين انت قلت بايضا بنفس المكان طلبت النفيسي والبسام اللي هو معظم تقديم استقالتهم سوة بالشرحان، ليش طلبت استقالتهم؟ لا شوف يعني يمكن تصريحي فهم خطا، يعني هذا اللي نشر في الراي. انا قلت الشخص اللي غير قادر انه يخدم النادي ما يمنع انه يقدم استقالته، انا مو قصورا في البسام ولا في النفيسي، هم عندهم ظروف، هم خدموا النادي سنوات اكثر من 15-16 سنه كاعضاء مجلس الاداره، اذا ظروفهم ما تسمحت مثل الاخ ناصر الشرهان قدم استقالته لظروفه الخاصه، اللي ما يقدر يخدم النادي يقدم استقالته، النادي في بركه، يعني في ناس ودهم يخدمون النادي. انا اعرف ان ابو حمد البسام عنده ظروف خاصه، جمال نفيسي ايضا عنده ظروف، يعني اذا تغلب بس البسام ما عنده ظروف خاصه، قال يعني باستقالته للشيخ خالد فهد اليابر الصباح قال رئيس مجلس النادي القاسي قال بالحرف الواحد انه عنده اسباب عديده يطول شرحها، واهمها ان مجلس اداره النادي وللاسف الشديد مخترق ومن عده اطراف، وهناك من يعمل داخل مجلس الاداره ضد مصلحه النادي، وقد حاولت مرارا العمل على مواجهه هذا الموقف واصلاح ما يمكن اصلاح تقديرا مني لهذا النادي العريق واحتراما للجمعيه العموميه والجماهير القادسيه العريضه والوفيه والتي شرفت بنيل ثقتها. يقول النادي القادسيه مخترق. انا ما شرحت الاسباب، انا قلت لك اذا كانت عنده ظروف خاصه مثل هذا، مو ظروف خاصه تعتبر ظروف خاصه، ظروف عامه ما شرح المجلس لحد الان للحظه هذه ما ناقشنا استقالته، وانا من الناس اللي ارفض استقالته لان يعتبر ابو حمد يعني من الناس اللي يخدمون النادي، واحنا ودنا يكون مستمر ومتواجد عشان يخدم النادي. سعود